فلسطين عأجمل شي بدنيتنا، عضحك مزينا العينين، صباح السر محبتنا، صباح الخير عفلسطين، على اللي مجمعين لحباب، عتغريدة أمل وحنين تذكرنا بها الأصحاب في فلسطين هذا الصباح. يسعد صباحكم مشاهدينا، من وين كنتوا؟ اكيد عم تبدوا هذا المشوار الصباحي وتبدوا هالحلقه الجديده من فلسطين هذا الصباح الذي يبدا الان ويستمر لغايه العاشره. نصحبه معكم انا وزميلتي داليا. صباح الخير. يسعد صباحك نوره، صباح الخير لكم مشاهدينا اكيد ولكل طاقم العمل بغرفة الكنترول أكيد. صباح الخير لكل يلي عم بيتابعونا عبر شاشتنا فلسطين بهالمشوار اللي زي ما حكت نورة رح يستمر لمدة ساعتين ورح نتحدث فيه بمواضيع منوعة أكيد. خلينا نشوف شو أبرزها. محرك بحث معجمي إلكتروني للغة العربية. ومن لبنان مهرجان الحكاية الشعبية في لبنان. بمحطة خاصة عن يوم المسن العالمي من استديوهاتنا في غزة. في زاوية أخرى نتحدث ونسلط الضوء على مزايا الاستثمار في المدن الصناعية. في محطة خاصة عن مهرجان السيرك في فلسطين هنا. ومع زميلتنا حياة حمدان رح نتحدث عن الطرق الفعالة لتحقيق السلام الداخلي. ختام مشوارنا الصباحي مع القهوة لهذا اليوم، أثارها وفوائدها أكيد. بمناسبة القهوة اليوم ما في قهوة قدامنا أنا وياكي. وقت الفقرة رح نجيب ونعرف إذا في إلها أضرار خلاص رح نلغيها من برنامجنا الصباحي نهائيا. يا نورة بتقدري؟ بالأخص للي بحب ألغيها أبقدر ألغيها من الصباحي، ولكن القهوة دايما في إلها مزايا خاصة بالأخص للي متعود أو حتى واصل حد الإدمان. صحيح. عليها. ونوعا ما القهوة كنوعها من الكافيين في مراحل معينة بمر فيها الإنسان من لحظة شرب القهوة لساعات من الزمن كيف تبدا فعليا هي تشتغل كنوع من انواع المنبهات. التفاصيل اكثر رح اتركها اكيد لهالمحطه الصباحيه. اكيد نوره. احنا دائما بننتقل لزوايانا الثابته وهي الطقس والصحف، واحنا اليوم بدنا نتفرج هيك بنظره من الاستوديو على الطقس. نوره الطقس كانه في انخفاض؟ كانه في انخفاض صحيح، من لانه البروده واضحه، حركه الرياح كمان مبينه، ولكن للاسف هو ما في انخفاض. ربما هي فتره من ساعات الصباح الاولى. يمكن بالحاله الجويه لهاليوم نستعرض كيف رح يكون الطقس وايضا درجات الحراره في معظم محافظات الوطن وكمان في العواصم العربيه والعالميه.
اهلا فيكم من جديد مشاهدينا للحل الجوية. هذا اليوم السبت بيكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما الرياح فتكون شمالية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج. أما مشاهدينا درجات الحرارة العظمى المتوقعة هذا اليوم في محافظات الوطن تكون كالتالي: أبدأ من القدس 28 درجة مئوية، في رام الله 27 درجة مئوية، ترتفع في نابلس ل 30 درجة مئوية، طوباس 32 درجة مئوية ومثلها في جنين، طول كرم 31 درجة مئوية، قلقيلة أيضا 31، سلفيت 28، ترتفع العظمى في أريحة ل 37، بيت لحم 28، وأخيرا الخليل 27 درجة مئوية. للمحافظات الجنوبية هذا الصباح غزة 30 درجة مئوية، دير البلح 31، خان يونس 30، وأخيرا مع رفح 32 درجة مئوية. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض العواصم العربية والعالمية: أما مشاهدينا الأجواء هذه الليلة فتكون باردة ولطيفة نوعا ما في معظم المناطق، وبهذا ننهي هذه الجولة لهذا الصباح مع حالة الطقس والحالة الجوية لهذا اليوم. نستكمل هالفقرات الثابتة أكيد مع زميلتنا داليا وأبرز ما جاء في الصحافة المحلية لهذا الصباح، إليك داليا. شكرا نورة، يعطيك العافية. أكيد ومشاهدينا بننتقل لزاوية أخرى وهي زاوية الصحف، وبطبيعة الحال بنتحدث عن 3 صحف محلية وهي الحياة والأيام والقدس من بعد هالوقفة. صباح الخير لكم من جديد مشاهدينا في هذا اليوم السبت 6 من تشرين الأول لهذا العام. بنبدأ جولتنا الصباحية بزاوية الصحف وبالحديث عن أبرز ما ورد في الصحف المحلية لهذا الصباح. بنبدأها وإياكم بصحيفة الحياة الجديدة والتي عنونت بالبونت العريض عن 3 شهداء و376 جريحا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة وعشرات الإصابات خلال مسيرات سلمية بالضفة. هذا الخبر تشاركت به الصحف المحلية 3 لهذا اليوم. وفي خبر آخر أيضا من صحيفة الحياة الجديدة ومن صفحاتها الأولى لهذا الصباح: مسيرة في الخان الأحمر، وذلك طبعا تنديدا بقرار هدم القرية وتهجير سكانها. من الحياة أيضا متواصلة وإياكم، وفي خبر آخر يتحدث عن مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سباستيا ويطردون قاطفي الزيتون من هناك. ومن صحيفة الحياة الجديدة أيضا ومن صفحاتها الأولى، وفي خبر يتحدث عن الأونروا وهي قلقة من تصريحات رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات بشأن إنهاء عملها في القدس المحتلة، والأونروا أيضا تؤكد على تصميمها لمواصلة خدماتها في المنطقة. من صحيفة الحياة الجديدة وفي الأخبار من صفحاتها الأولى وفي أبرز ما صدر في صفحاتها الأولى لهذا الصباح: نتنياهو يخضع لتحقيق الشرطة مجددا في قضايا الفساد، وزوجته تمثل أمام المحكمة غدا بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة. أتواصل وإياكم مشاهدينا في قراءة أبرز ما صدر في الصحف المحلية، وننتقل إلى صحيفة الأيام وأبرز ما عنونته صحيفة الأيام لهذا الصباح: وفي غزة 3 شهداء أحدهم طفل ومئات الجرحى في مواجهات أمس الجمعة.
ومن الأيام أيضاً وفي صحيفة الأيام ليبرمان يهدد بعدوان جديد على غزة بعد انتهاء الأعياد اليهودية. من صحيفة الأيام أيضاً وفي أبرز ما عنونته لهذا الصباح، وفي باريس أنباء عن اختفاء رئيس الانتربول خلال زيارة لبلدة الصين. أتواصل وإياكم في قراءة للصحف المحلية وفي صحيفة الأيام. الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه منذ 34 يوماً احتجاجاً على اعتقاله التعسفي. أنتقل وإياكم طبعا إلى خبر آخر من صحيفة الأيام، وفي خبر منوع وفي آخر صفحة من هذه الصحيفة يتحدث عن أول عملية زراعة كبد من أم مصابة بالإيدز لطفلها المريض في جنوب أفريقيا. أنتقل وإياكم مشاهدينا إلى صحيفة القدس وأبرز ما عنونته هذه الصحيفة لهذا الصباح، ومسيرة عقب صلاة الجمعة في الخان الأحمر تنديداً بقرار الاحتلال. هذا أبرز ما صدر في صحيفة القدس. وفي خبر آخر، الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في جمعة انتفاضة القدس طبعاً في غزة استكمالاً لمسيرات العودة الكبرى، وهي الجمعة 29 على التوالي. من صحيفة القدس أيضاً، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يرد على ترامب ويقول لن ندفع شيئاً مقابل أمننا. وفي أبرز ما صدر في صحيفة القدس لهذا الصباح مشاهدينا، حملة تشرين الأول لهذا العام 2018 للكشف المبكر، وعنوانها كان الكشف المبكر هو حياة، وفي ذلك تذكير لكل إناث العالم وإناث فلسطين للفحص المبكر لسرطان الثدي، والذي يتم التذكير به في كل عام في شهر أكتوبر من كل عام. في آخر خبر من صحيفة القدس لهذا الصباح، إغلاق عدة طرق رئيسية أمام الفلسطينيين بدعوى تنظيم ماراثون رياضي للمستوطنين. وهذا أبرز ما صدر في صحيفة القدس والصحف المحلية الثلاث. وبهذا الخبر أنهي جولة الصباحية وأنهي جولة الصحف، وعودة إليك نورة. يعطيك العافية دالي على هذه القراءة والجولة اللي صحبتنا فيها في أبرز ما جاء هذا الصباح في الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم. ومشاهدينا منروح لفاصل، من بعد هذا الفاصل نبدأ بأولى محطاتنا المنوعة من فلسطين هذا الصباح، خليكم معنا.
من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا، وفي أول فقراتنا رح نتحدث عن إطلاق علم دائرة علم الحاسوب بجامعة بيرزيت في 25 من أيلول لهذا العام، محرك بحث معجمي يتيح للباحث استرجاع وترجمة ومترادفات ومعاني الكلمات من 150 معجم عربي. نورة، نعم، ومنحكي كمان تفاصيل أكثر عن هذا المحرك، محرك البحث، وماذا يضم من قاعدة بيانات لغوية، وأيضا الزمن، القياس، الجهود التي بذلت لإطلاق هذا المحرك. التفاصيل أكثر أكيد مع ضيفنا دكتور مصطفى جرار، أهلا وسهلا فيك، هو صاحب هذه الفكرة ومدير المشروع. يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك في صباحنا. أهلا فيكم، صباح الخير. نتحدث عن فكرة هذا المحرك، محرك البحث، والجهود كمان لحتى يعني يتم إطلاقه ويتم استخدامه للعلن، اللي هو بالأساس هو خدمة للغة العربية على محرك الإلكتروني. هو يعني في الحقيقة خدمة للغة العربية، وكمان خدمة لجمهورنا العربي والفلسطيني، إنه الناس الآن بتلجأ للمترجمات الآلية وهي بتدرس، كل ما بدها تترجم كلمة، والمترجمات الآلية عادة يمكن تترجم نص حتى لو مش دقيق بنفهم المعنى منه، ولكن بتكون أخطائها كثيرة إذا كان في عنا أنت بتترجمي كلمة في المترجمات الآلية. وهذا طبعا شيء يعني غير صحي معرفيا، لأنه هي غير دقيقة، بتعطيك يعني بتضللك، يعني بتعطيك معلومة خاطئة أو ناقصة أو غير دقيقة. فمحرك البحث المعجمي هو يعني بيأتي بيسد هذا الفراغ، إنه يعني بحث لك عن ترجمات دقيقة جدا، يعني مدققة من مؤلفين المعاجم. فاحنا عندنا 150 معجم يعني، ففيها تقريبا كل شيء وغالبية الكلمات العربية، بمعنى انه ببحث بترجمة الكلمات الأجنبية للعربية وليس الكلمات العربية انه مرجوعة للأصول الثلاثية. هو في 150 معجم فيهم معاجم تقليدية قديمة وجديدة، وفي شيء بسموه المسارد اللغوية والمكانز اللغوية، كله موجود. بس بتوقع أكثر نسبة اللي بيبحث عن كلمة عربية بمعناها العربي، هذول عددهم أقل من الناس اللي بس بتترجم. إن إحنا ما متصور كديش، أنا عملت إحصائية صغيرة في عندي في الصف في الجامعة، ولقيت إنه يعني عدد مهول من استعمالات اليومية لجوجل ترانزليت مثلاً على الأشياء البسيطة، وجوجل بيجيب لهم أشياء، طبعاً جوجل يخلف عليهم، بس ولكن مش دقيق هذا الحكي الكلام. فإحنا أهم يعني أكبر نسبة مستخدمين هم اللي بترجموا. فهو الموقع يعني بيسترجع ترجمات وبيسترجع تعريفات، بالإضافة لأنه خاصة وإحنا بنكتب مرات بدنا كلمة مطرح كلمة صحيح، وبدنا إياها بسرعة، وفي هل في إشي هيك شبكة اللي بسرعة أدخل عليها وأسترجع الكلمة هذه، يعني بسميها أنا للباحثين والمؤلفين، يعني بتفيد في مرات في استرجاع مترادفات. حلو. فهو يعني بيجي هذا المحرك البحث ليسد فراغ، اللي هو يعني يقدم للمجتمع العربي ترجمات يعني دقيقة. رائع. دكتور مصطفى، يعني هون احنا بنتحدث عن محرك البحث المعجمي اللي عم نتحدث عنه، والذي يحتوي على أضخم قاعدة بيانات، إنجاز كبير وغير مسبوق تم العمل عليه خلال 8 سنوات. قديش هذا المعجم أو هذا المحرك المعجمي ممكن أنه يثري معلوماتنا باللغة العربية إحنا كجيل صاعد، أو حتى الجيل الصاعد، المدارس وأيضا الجامعات؟ هو إحنا ما يعني ما كناش ناويين نكون أول ناس، ولكن بعد ما يعني اشتغلنا لقينا أنه ما فيش ولا معجم حتى للغة الإنجليزية، لمعاجم اللغة الإنجليزية مش موجود كمان هيك كلها محوسبة وفي قاعدة بيانات واحدة وفي مكان واحد وبتم البحث فيها، وما بعرف عن لغات ثانية كمان يعني، مش متأكد، ولكن ما سمعت في كل المؤتمرات اللي بنروح عليها والقراءات إنه في معجم آخر أو محرك بحث لمعاجم. فإحنا أتوقع إحنا الأول شيء يعني عالميا بهذا المجال. وبدي أضيف نقطة، هو يمكن كان أول شيء إحنا باهتماماتنا، إحنا دائرة علم حاسوب ومش لغويين، يعني أنا يعني في عندي شوية تخصص له علاقة باللغة، ولكن بالآخر إحنا مش لغويين. فالمشكلة الأكبر إنه في تطبيقات الحاسوب اللغة العربية مش مدعومة بطريقة جيدة، لا على
الجهاز الشخصي الديسكتوب ولا على الجوال. يعني على الجوال اذا بنحكي مع سيري على الايفون مش دقيق، بفهمش علينا حتى لو حكينا فصحى و... زي سيبويه نحكي كمان ما بيجيبش. والمدققات الاملائيه وطرق الاسترجاع، خلينا نقول البحث، حتى لما تبحث على جوجل ما بي حتى احيانا المدقق اللغه ما بيكون معطيك الكلمه، ما بيعطي كل اشياء اللغه العربيه، كل اشياء اللغه العربيه للاسف مش يعني دعمها مش جيد مش كافي. طبعا السبب يعني احنا اكبر سوق في العالم، من كبرى الاسواق العالميه استخداما للتكنولوجيا المجتمع العربي، ومن يمكن اقول من اكثر اللغات في الدنيا اللي عملها معاجم، واللي يعني عندنا اللغه يعني فن وعلم، يعني اكثر بجوز ولها تاريخ اكثر من اللغات الثانيه. طب وين المشكله دائما على التطبيقات الحاسوبيه مش جايه؟ لانه باعتقادي ما في حوسبه لهذا المصادر اللغويه، ما في قواعد بيانات لغويه متاحه للشركات تستعملها وتبني عليها. فنأمل انه احنا شغلنا كمان يعني قدم خطوه بهذا الاتجاه ويخدم الجميع. اكيد بدي اتحدث بالنسبه للويب سايت اللي او خلينا ندخل هلا على استخداماته بالذات لهذا المحرك بالضبط. ندخل احنا عليه واحنا شاهدنا كمان عبر الشاشه بعض من صور هذا المحرك، كيف ممكن ان احنا نستخدم الكلمه بالضبط للترجمه او للمترادفات. الكلمه الكبيره اللي بتواجهنا الانطولوجيا العربيه، كنت سالتك قبل كنت حابب انك توضح على الهواء مباشره هذا هذا المصطلح بالذات ماذا يحمل. وهذا المصطلح خلينا انا ابسط الامور يعني للمشاهدين العاديين عن كلمه الانطولوجيا لانها شيء جديد ما صارش زيه. ف اول شيء المقدم الصغير بدي اقولها انه هاي الكلمه اصلا مستعاره من الفلسفه، يعني وفي علم الحاسوب عالميا من حوالي 20 سنه بلشوا الناس يحكوا عن شيء انطولوجيا، فهي شيء حاسوبي صار، يعني الكلمه صارت حاسوبيه هلا. وبعدين احنا عدنا استعمال الكلمه لاشياء لغويه، فكلمه الانطولوجيا خلينا نقول هي منهجيه جديده لتعريف الدلالات، مش مثل المعاجم ما بيعرفوا الدلالات. يعني تعريف في المعجم بتلقي سطر مكتوب عن او سطرين عن معنى الكلمه وهو كله ايحاءات، ما اكل ياكل اكلا اكل الشيء اي بلعه، بس وين التعريف؟ اعطيني التعريف. فحتى هاي التعريفات إلها منهجية جديدة، وهذا التعريف طبعا هي الأنطولوجيا صممت في البداية شيء للكمبيوتر مش للناس، ولكن الأنطولوجيات اللغوية زي الأنطولوجيا العربية ممكن استعمالها كمعجم كمان، فهي مدرجة في محرك البحث كمعجم كمان. إذن خلينا بس أقول إنه كيف بنعرف المعاني. إحنا بنعرف المعاني عن طريق تصنيفها، مثلا بنصنف المعنى، بنقول على سبيل المثال انه الموجودات الماديه هي مثلا كائن حي او مصنوع او منطقه جغرافيه. المنطقه الجغرافيه بنصنفها، بنقول هي مثلا بر و او منطقه مائيه ومنطقه يابسه. المنطقه اليابسه بناء على تصنيف الكلمات لاي ربما مجالات تنتمي، فبوضح دلالة الكلمة. تجنيس، كيف منقول الرجل أو الإنسان ينقسم إلى رجل مثلا ومرأة أو ذكر وأنثى، يعني وفصائل. دكتور يعني فئات عمرية مختلفة ممكن إنها تستخدم مثل هيك أبليكيشن أو حتى هذا الويب سايت، فئات عمرية مختلفة، وأيضا هناك تفاوت في القدرات وتفاوت في الشهادات يمكن التعليمية. الكلمة المترجمة رح تكون مترجمة بمعنى واحد يفهمه جميع الفئات العمرية، ولا مثلا إحنا نتحدث هون عن طالب المدرسة نورة بيختلف عن طالب الجامعة، وأيضا بيختلفوا عن من انخرط في سوق العمل طويلا. نعم، هو هي الانطولوجيا يعني بصراحه ليست للفئات العمريه يعني الصغير، يعني ممكن يفهموها ما في مشكله، ولكن هي مصممه لشيء ثاني، الباحثين المتخصصين علماء الحاسوب. احنا مثلا بنستخدم الانطولوجيا لنربط المعاجم مع بعض. على سبيل المثال كل معنى في كل معجم نربطه مع مفهوم في شجره الانطولوجيا. ولكن يعني هذا غير عن محرك البحث. انا حكيت لكم يمكن قبل الهواء انه احنا عندنا مشروعين منفصلين عن بعض، منفصلين تماما.
الأنتولوجيا مشروع ومحرك البحث مشروع آخر، ولكن بما أنه الأنتولوجيا هي من نستعملها كمان داخل محرك البحث يمكن ظهر للإنسان عادي أنهم يعني نفس المشروع. وبالتالي بدي أقول أنه استخدامات مثلا الأنتولوجيا على سبيل المثال محركات البحث لما نبحث بنبحث عادة حرفيا عن معنى الكلمة يعني تمام. فما بنعرف انه فلسطين كلمة فلسطين اذا كانت اسم شخص ولا اسم بلد ولا اسم مدينة ولا اسم شيء محرك البحث ما بيعرف. فبالتالي لما تكون محركات البحث بدها تفهم دلالة الكلمات هي بحاجة الى شيء اسمه أنتولوجيا. يعني البعض دلالة الكلمات يعني احنا بناخذها بالكلمة وليست بالجملة. نعم نعم بالكلمة. احنا ما نتحدث عن طب الحديث عن المشروع بشكل عام هو الأول عالميا أيضا، وبرضه هالمشروع كمان بيأسس للعديد من التطبيقات الذكية اللي ممكن تخدمه، فهيك نتحدث عن الرؤية المستقبلية. هو رؤيتنا المستقبلية إن أول إشي طبعا نزيد عدد المعاجم ونزيد عدد تشجيرنا للأنتولوجيا، ولكن كمان في هناك شيء يعني الآن أصبح بالنسبة لنا يعني هي ثمار بسرعة من ممكن نقطفها، وهذا اللي بدنا نسوي نشتغل فيه اللي هو ربط مدخلات المعاجم. يعني كلمة في كل معجم أو ومعاني الكلمات في كل معجم نربطها كلها مع بعض لنعمل شبكة بنسميها شبكة لغوية. وهذه الشبكة اللغوية طبعا للأشياء الحاسوبية، أنا بحكي للتطبيقات الحاسوب، هذه يعني أتوقع أنها حتحدث يعني نقلة نوعية في حوسبة يعني قواعد البيانات اللغوية إن شاء الله. وإحنا بالانتظار. دكتور، بما أنه إحنا عم نتحدث عن إنجاز علمي غير مسبوق بيعكس قدرة الفلسطينيين على الإبداع أكيد، وبيعكس هاي الصورة الجميلة عن الفلسطينيين بالرغم من ضعف الإمكانيات يمكن اللي واجهتوها والعقبات أكيد اللي واجهتوها، حدثنا هيك بشكل مقتضب عن العقبات اللي واجهتكم، وأكيد إذا بتحب توجه رسالة لكل الجهات المعنية لتوسيع هذا الويب سايت. يعني هو بالحقيقة إحنا مش ضعف، هو انعدام الإمكانيات. إحنا معنا كان مثلا مشروع ومدعوم من أي حدا وقمنا في هذا العمل، هو عمل تطوع فردي عبر سنوات طويلة، حاولت اني استثمر في الطلاب في اشياء كثيره من اجل ان نسرع شوي لانه الثمان سنوات انهكنا. ثمان سنوات يعني مشروع طويل جدا، وانه الموضوع ما انتهاش كمان. فهذه من ناحيه. فاحنا في فلسطين بتعرفوا انه يعني ما عندنا نداءات للبحث العلمي زي الدول الثانيه، ما عندنا اي شيء اللي ممكن نستفيد منه، فهي عمليا انعدام. وانا بوجه نداء لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني. احنا الباحثين باسمي وباسم كل الاكاديميين في الجامعات الفلسطينية طبعا، انه احنا بنتمنى انه يكون في نداءات ودعم ولو بسيط جدا للبحث العلمي، لانه هذا وانه يعني البحث العلمي مش طرف، هو بيخدم اقتصاد كمان. يعني احنا اذا كنا معنيين مثلا الان ننطلق في 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 شغل ونبني شركات من وراء هذا الشغل بنقدر. فكثير من زملائي في الجامعات الفلسطينية يعني في عندهم تعطش للمال ولو الجزء البسيط جدا، انه بيصنع فرق شاسع. طبعا هذا نداءنا ل يعني وزارة التربية والتعليم فلسطينيا، وطبعا نداءنا للاخوان العرب انه يعني بنأمل انهم يساعدونا علميا او شرك او نتشارك مع بعض، لانه يمكن امكانياتهم افضل شوي منا، انه يعني ربما كمان إيصالة هذا الإنجاز الفلسطيني للعالم من هنا. كل الشكر لك دكتور مصطفى جرار صاحب هذا الفكرة ومدير كمان المشروع. يسعد صباحك من جديد. يسعد صباح. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، جهودكم دائما شكرا مباركة. شكرا. أما هلأ مشاهدينا من بعد هالفقرة الثرية خلينا ننتقل للبنان وزميلتنا سارة الهباش لحتى تحدثنا عن مهرجان الحكاية الشعبية. كان يا ما كان، هكذا تبدأ كل قصة وحكاية سمعناها وعشنا تفاصيلها وكبرنا مع شخصياتها. قصص مقتبسة من واقع كل مجتمع، مع ذلك تتجاوز حدود المكان ليبقى دورها بارزا في تشكيل هوية الإنسان أينما كان، وتغذية ثقافته الوطنية وغرس القيم والفضائل فيه.
الحكاية الشعبية اللي بينقلها البشر لبعضهم البعض، بتحافظ على التاريخ الشفهي بتاع المنطقة، بتحافظ على العادات والتقاليد، بتوريكي قد إيه الناس كانت عايشة في الوقت ده. الفكرة الأساسية أنت بتحافظي عليها، وكل واحد بيحكيها بطريقته، وكل واحد بيحكيها في منطقته بلهجته. على خشبة هذا المسرح تجسدت أحداث أبطالها من التراث الشعبي لبلادنا العربية. كانت البداية في مخيم البداوي شمالي لبنان، ومنه انطلقت إلى المدن اللبنانية والمخيمات الفلسطينية. في مهرجان الحكاية والموسيقى الأول الذي يهدف إلى توثيق هذا التراث الشفهي وتقريب الجيل الشاب منه. مهرجان هيدي أول مرة عم ننظم، هو كان برنامج بلش من كذا سنة ببناء قدرات الحكواتيين. سنة طورنا الفكرة، قلنا رح يكون في بناء قدرات، نتابع مع الحكواتيين اللي اوريدي تدربوا، وطورنا الفكرة اللي يكون في مهرجان يعني بيشارك فيها مخضرمين والمدرب والمتدربين بعروض حكايات متنقلة بين بيروت وطرابلس وصور. كذلك تضمن هيدا السنة طولة مستديرة حول الحكايات الشعبية بعنوان الحكاية والذاكرة. فهيدي النسخة الأولى إذا بدك منه لهيدا المهرجان من تنظيم جمعية سبيل وبدعم من مؤسسة التعاون. احنا دورنا في كحكواتيين جدا مهم، والأكثر أكثر أهمية أنه الواحد يكون حكواتي فلسطيني، لأنه بيكون عنده دور مضاعف، لأنه أولا وظيفته هي الحفاظ وحماية التراث، لأنه مهدد بالاندثار خصوصا بعد الشتات. يعني الشعب موجود في بلده وعم بيلاقي صعوبة لحتى يحافظ على تراثه، كيف إذا كان شعب مشتت؟ وبنفس الوقت ننقل لهم حكايات تراثية، لأنه إحنا كشعب فلسطيني نتمسك بتراثنا، وبنحس أنه أمانة علينا كحكواتين فلسطينيين أنه ننقل هذا التراث للأطفال، لأنهم بدورهم حملت هذا التراث في المستقبل. كبار وصغار اجتمعوا حول حكواتيين من مصر ولبنان وفلسطين، وهم بدورهم نقلوا لهم جزءا من ذاكرة كل بلد وفحوى تجربته الجماعية. فالحكايات الشعبية هي جزء لا يتجزأ من الفولكلور والمشروع الثقافي الوطني الذي يجدر بنا الحفاظ عليه. تبقى الحكاية الشعبية إرث ثقافي وجزء من تاريخ بلدان وحضارات يتناقلها الأبناء من الآباء والأجداد، ليسجلوا بها خبرات وإنجازات وحصيلة حكمة أمم وإبداعاتها. من بيروت، سارة الهباش، تلفزيون فلسطين. سعد صباحكم من جديد مشاهدينا، منتواصل برفقتكم هذا ومحطاتنا الصباحية ما زالت مستمرة. بهاللحظات رح ننتقل لسدعتنا في قطاع غزة ليدور الحديث مع الزملاء عن يوم المسن العالمي، والضيفة مع زميلتنا بيداء معمر، هي مديرة جمعية بلسم للتأهيل المجتمعي، السيدة منال المدهون. تحياتنا الصباحية أكيد لك، سعد صباحك بيداء. صباح ورد داليا أنورة، ويسعد صباح كل السادة المشاهدين. خلينا نقول اليوم خيرنا في كبارنا، يعني وجود سند البيت وما وبهجته ما بتكمل إلا بوجود الكبار. في التزامن مع يوم المسن العالمي، نظمت جمعية بلسم مهرجانا للاحتفال وتعزيز دور كبار السن في المجتمع. أكثر عن هذه الفعالية معي ضيفتي الأستاذة منال المدهون، مدير جمعية بلسم للتأهيل المجتمعي. أهلا وصهلا فيكي. أهلا بك. يسعد صباحك. يعني أستاذة منال، بالتأكيد يعني كبار السن يعني هم تاج على رؤوسنا، ليس الاحتفال بهم بيوم ولكن على طول الأيام. صحيح. لابد الاهتمام بهم. كيف كانت هذه الفعالية بالتزامن مع يوم المسن العالمي؟ احنا بالنسبة لكبار السن أساسا يعني احنا في 1/10 بيكون اليوم العالمي لكبار السن، واللي أصدرته
الأمم المتحدة في العام 1990، وثم كان أول احتفال 1991. ليس إحنا إنه يوم سن يوم واحد في العام، لا، إحنا المسنين تاج روسنا هم التراث وهم الحضارة، فإحنا كل يوم بنحتفل بيهم. لكن هذا الاحتفال تكريم لهم، إظهار قضية كبار السن كإنسان يستحق الحياة، لم ينتهي زمنه، إنما إنسان لسه عنده العطاء، لفت انتباه العالم إنه توفير الوقاية والسلامة من أمراض الشيخوخة في المستقبل، إنه يضل الكبير السن مندمج باستمرار في المجتمع، بعطي عنده عطاء، لا زال يعطي، لا زال قدامه مستقبل، ما انتهى دوره بانتهاء إنه وصل سن التقاعد سن 60، لا، لسه ما زال بناخذ منهم الخبرة وهم لسه عندهم العطاء، بدليل إنه كثير من أبائنا أخرجوا أجيال من الأطباء، من العلماء، من المهندسين، من الوزراء، من كما أنهم قدموا كثير من أبنائهم الشهداء والأسرى. ما زالت تتوارث خبرتهم للأجيال القادمة. أكيد طبعاً، إحنا كل يوم عم نتعلم منهم، كل يوم هم الخبرة لأنهم هم التراث. يعني إحنا في شعار للاحتلال إنه الكبار يموتون والصغار ينسون، إحنا نقول لا، الاباء ما زالوا موجودين، بدليل انهم زرعوا محبه الوطن فينا، ولحتى الان موجود في سجون الاحتلال كثير من الاسرى والشهداء، وفلسطين عم بتقدم كل يوم شهيد. وهذا فعلا ما يؤكده الصغار، اكيد طبعا، يعني تنقل الخبره لهم من الكبار. اكيد طبعا، واحنا كمان اثباتا لخبرات الكبار السن، وعندنا معرض تراثي لاول في فلسطين، حيكون يوم 11/10، حيقدم التراث الفلسطيني لابائنا بشغل، يعني اشغال يدويه واكلات شعبيه والتراث والزي الفلسطيني القديم بما يتناسب مع كل تراثنا الفلسطيني. يعني جميل ان نحيي هذا التراث الذي يدلل باصاله وعراقه الشعب الفلسطيني. يعني استاذه منال، بالتاكيد هذه الفعاليه تعطي بعض من الامل، بعض من الاهتمام لكبار السن. يعني مدى تلقي هذه الفعالية للكبار لمن حضر وتفاعل في هذا المهرجان؟ الحمد لله، كان يعني انه الفعالية كانت لها صدى عند كبار السن عند المؤسسات الدولية والحقوقية، بدليل انه كانت مشاركة كبيرة في الاحتفالية، ما يقارب 450 مشارك من جميع المؤسسات الدولية والمؤسسات المحلية والفصائل المحلية، جميع الفصائل كانت متواجدة في الاحتفال بفضل الله تعالى. حتى المسنين نفسهم كانوا كثير مبسوطين في الاحتفالية فيها، وتم تكريم امهات واباء اسرى في سجون الاحتلال، بالإضافة لتم تكريم مسنة يعني بلشت تتعلم بعد سن 71 سنة. يعني تم اختيار إنه تكريم مسنة بناء على إنها تكون نموذج. صحيح صحيح. باقي الكبار السن على أي أساس إنه تم اختيارها؟ قلتي إنه تعلمت، شو كمان إنه كان إنجاز لها في حياتها؟ في إنجاز في حياتها أنها هي سيدة عاشت عمرها، هي غريبة بمصرية الأصل لكن تعتبر حالها فلسطينية لأنها عاشت في فلسطين وتحب فلسطين. ربما هذه السيدة التي تم هذه السيدة هي أم أسير فلسطين تم تحريره منذ 5 سنوات، لكن ما زالت تشارك لحتى الآن في فعاليات يوم الأسير الأسرى في الصليب الفلسطيني. نعم في الصليب. يعني بالتأكيد إنه وجود كمان أمهات الأسرى، أمهات الشهداء في هذا التكريم. يعني ذكرتي لنا إنه هناك سيدة فلسطينية يعني مصرية لكن فلسطينية السكن، صحيح، تعلمت يعني شقت الغربة بألامها. كيف كان وجودها في هذا الحفل لتكون نموذج مشرف لباقي السيدات؟ السيدة هذه تعلمت الخياطة منذ 6 شهور في جمعية في خلال مشروع تم تمويله من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، كان المشروع للجرحى وذوي الإعاقة، لكن هي أصرت أنها تتعلم وتاخذها، فكانت نموذج حي للمشاركين معها، وإحنا عملنا فيلم وثائقي عنها بدليل أنها بعد هالعمر صارت تخيط لأحفادها والأبناء، وكانت مصرة جدا أنها تشارك معنا في الدورة، وهذا نموذج حي أنه إحنا فعلا يعني نموذج مشرف أنه سيدة تصر على الحياة. أكيد طبعاً. بتعبها بحلاوة الحياة ومرارتها. صحيح. أيضاً. بجانب أيضاً هذا التحدي أنه هناك مسيرة للنضال مستمرة، نضال المرأة الفلسطينية. صحيح. يعني وجود الأم الأسير وأم الشهيد في هذا. صحيح. الحفل، هذا ما يدلل على أن المرأة الفلسطينية حتى لو كبرت في السن لا زالت معطاء. المرأة الفلسطينية معطاء بجميع مجالات الحياة ومناحي الحياة.
أمهات الأسرى وأباء الأسرى هم التاج على رؤوسنا، هم اللي أعطوا الوطن، أعطوا فلذات أكبادهم للوطن، فأكيد هذا أقل شيء وكل تعبير لهم على احترامنا وتقدير لهم لهم، وإنه إحنا معاكم برضو من هذا ما انتهتوش يعني أستاذ منال. بجانب هذا المهرجان الذي تخلله العديد من الفقرات الفنية وجود الدبكة ممكن الغناء، كيف كان مدى تلقي تفاعل كبار السن؟ هل إنه ممكن كان في إحياء لذكريات قديمة لهم؟ كيف كان الانسجام في هذا الوقت؟ أكيد إنه كل احتفالية بنعملها أو احتفال البارحة كان يعني إنه برجعهم لسنوات قديمة، بدليل إنه كانت من ضمن فقرات الدبكة إنه فرقة الدبكة اختارت الثورة، رسالة الثورة، لحد إنه أبائنا موجودين، الثورة موجودة، وهي تفاعلوا بشكل كبير الأباء المسنين والفرح، بدليل إنه أم حسين عمرها 85 سنة قامت تدبك مع الفرقة في الاحتفال وأدته للفرقة. نعم، يعني بالتأكيد إنه أستاذة منال يعني بالعودة للسيدة التي أشرت لها، سيدة التي كافحت في حياتها لتصر وتقدم رسالتها، بجانبها إنه أمهات الأسرة، وجود بعض السيدات أم ضياء الأغا أم عميد الأسرة القدامى في المحافظات الجنوبية، بجانبها أم إبراهيم بارود أم الأسير المحرر، هذا على ما يدل إن وجود هؤلاء السيدات في هذا الحفل. يدل هذا أن نموذج الأم الفلسطينية والمرأة الفلسطينية نموذج معطاء، نموذج الثورة، نموذج القدس لنا للنهاية، احنا في النهاية إلنا، في نموذج إنه حث جميع النساء يكون معطاءات ويحسن حث هذول النساء اللي ضحن بفلذات كبد للمجتمع الفلسطيني. أكيد إنه كمان إنهم معطاءات في قمة الصبر، يعني صحيح. انتظارهم سنين على أبنائهم وحتى في استمرارية إنه رسالة إنه المرأة في صبرها في كل مآسي الحياة سواء كان أسير أو غير ذلك من مشاق الحياة. هلأ لو بدنا نتحدث أستاذة منال إنه بجانب هذا الحفل هناك دور كبير بتقدموه لكبار السن من خلالكم، إنه في أنشطة ترفيهية، في أنشطة رياضية في النادي الرياضي لجمعية بلسم، كيف بيتم هاي الأنشطة في دوركم بتعزيز والاهتمام بكبار السن؟ صحيح، احنا كجمعية بلسم يعني على مدار عدة سنوات بنشتغل مع كبار السن في جميع مناحي الحياة، في من هذا يعني أنشطة ترفيهية تعليمية تدريبية من خلال تعليمية من خلال برنامج محو الأمية، تثقيف صحي من خلال برنامج الصحة النفسية اللي بالشراكة مع عدة المؤسسات الدولية المحلية وتمويل من المؤسسات من الخارج، بالإضافة إنه كانت مع لما وجدنا انه كبار السن عندهم قمه لسه للعطاء للمستقبل، اتجهنا اتجاه بتنويه من الاستاذ سعيد فوده رئيس مجلس الاداره، وهو صاحب الفكره الاولى لانشاء اول نادي رياضي في فلسطين يكون لكبار السن وذوي الاعاقه، لانه الشريحتين يندمجوا تحت اطار واحده ذوي احتياجات خاصه، فهذا النادي رياضي بمعنى ليس رياضي تنافسي انما رياضي ترفيه، تقديم الرفاهيه الكامله لكبار السن واظهار قدرتهم على العطاء، واحنا عندنا في 15/10 ان شاء الله اول ماراثون رياضي لكبار السن حيكون في فلسطين. صحيح، حيكون فيها حيشارك فيه كبار السن وحيشارك فيه شخصيات، حنشارك امهات الاسرى ايضا في هذا الماراثون لنصل قضيتنا، لانه في النهايه احنا قضيه كبار السن قضيه هادفه وارسال انه الشعب الفلسطيني صامد من أصغر شبل في فلسطين أكبر مسن فيها. يعني وجود مثل هذه الأنشطة من خلال أنه النادي الرياضي، وإحنا نترقب إن شاء الله الماراثون الرياضي في 15/10، هل أنه إحنا بحاجة فعلا دوما لاستمرارية هذه الأنشطة لا تكون موسمية فقط لمناسبة ما لإحياء يوم المسن العالمي، هل نحن يعني باستمرار ربما نحتاج لمثل هذه الأنشطة؟ أكيد طبعا، ما يكونش إنه في يوم من السنة إنه من الأيام الاحتفال بيوم محدد، لا، طوال العام إحنا على طوال العام بننفذ أنشطة ترفيهية ورياضية لذوي الإعاقة يعني وكبار السن يعني باستمرار، مش مناسبة واحدة، لكن في اليوم هذا بيكون لهم ذكرى معينة لفت انتباه العالم كله لقضية كبار السن فقط، ليس في يوم واحد بس، لا، كل يوم عندنا نشاط لهم بدوم تقريبا عندنا بشكل يومي
بيعتبروا بحالهم في النادي كأنهم بيشتغلوا في البيت، أكلات شعبية بيعملوا، نعم. تطريز، تريكو، قراءة في المصحف، يعني بأنشطة يومية هذا تقريبا عندنا، مش يوم في السنة الحمد لله. أكيد الحمد لله. يعني أستاذة منال، يعني وجود أنه كبار السن أنه في مجتمعنا ربما يجسد واقع الشعب الفلسطيني بمراحل نضاله منذ النكبة منذ 48 لليوم، وهم يجسد ما كان يحدث في السابق، ينقلون حدث بحدث، سواء بعاداتنا وتقاليدنا، بأفراحنا، بأحزاننا. ربما نذكر أبسط الأمثلة لكبارنا عندما يحدثون الصغار كيف يحدث العرس الفلسطيني بطقوسه، كيف يكون هناك لمة للأهل والجيران، يعني بتقاسم الأكل والشرب. هذه كلها العادات والتقاليد ربما استذكارها اليوم في الحاضر تعطي معاني من التراث، تعطي معاني من الأمل. وجود هذه الفقرات ربما في حفلكم لكبار السن له الأهمية أيضا. أكيد طبعا، لأنه هم عم بنقلوا التراث الفلسطيني من الأزل حتى تاريخ اليوم، فهو هذا أساس، يعني شيء أساسي عندنا في الاحتفال كان بالشاركة إنه الدبكة الفلسطينية هي من التراث. أكيد. من التراث الفلسطيني الأمور هذه. بالإضافة إشي تاني، يعني إنه إحنا برضو في المعرض التراثي نقل تراث فلسطين كلياته، حيكون في من خلال الاحتفالية في نهاية المعرض انه في عرس فلسطيني بكل مراحله وكل هذا. اكيد انه الدبكه الفلسطينيه بكل يعني تفاصيلها، انه هي دقه في الاداء واصاله وعطاء الشعب الفلسطيني. بجانب هذه الفقرات، ربما يجب على كل اسره وكل بيت فلسطيني ان يستغل وجود الكبير في البيت من خلال نقل المعلومات منه، نقل الخبرات المتناقله، خاصه انه الصغار كيف انه ممكن ياخذوا معلومه من الكبير. كيف انه احنا ممكن نجسد هذا الدور، انه احنا نقدر بنفس الوقت انه نحافظ على تراثنا وبنفس الوقت نقدر ناخذ معلومات من الجيل القديم. احنا ممكن من الناحيه هذا احنا عم نفكر تفكير، يعني انه ننشر ثقافه في المجتمع، ثقافه الاهتمام والرعايه لكبار السن. نعم. فيها ومنطالب حتى في الجامعات، في الجامعات اللي يكون ماده او ماده معينه مختصه في كبار السن، في كل ما يخص التراث الفلسطيني من خلال كبار السن، كيف هم القدوه وكما هم التراث فيها. بالاضافه للتثقيف المجتمعي بكل خبرات كبار السن في المجتمع. نعم، لكن هلا انه يعني استاذه منال، يعني ربما يستوقفني هذه النقطه، انه كبار السن ربما الاهتمام فقط ليس من المؤسسات الرسميه التي تعتني بهم او تحتفي بهم. هل ربما تقع المسؤوليه على كل مواطن، على كل فرد فلسطيني في بيته، كيف له ان يهتم بوالديه؟ أكيد المسؤولية ما بتقف على المؤسسات، بل على كل بيت. بندعي كل بيت يهتم بكبار السن، يقدموا لهم الرعاية الكاملة والاهتمام الكامل، ما يتركهم إلى جانب إنه يفقد الأهمية، لأنه كان إنسان غرس وزرع طول عمره، كان إجا الوقت اللي هو يحصد هذا الزرع بتاعه من خلال أبنائه ومن خلال أحفاده. صحيح. فالاهتمام يكون أكثر. يعني إحنا بنطالب الأهالي بالاهتمام بكبار السن، بنطالب المؤسسات بالاهتمام بكبار السن، بنطالب الإذاعات والتلفزيونات كلها تظهر قضية كبار السن. كمان إنه ذكرت إنه الشغلة إنه ممكن إنه نستفيد من كبار السن، إنه في معرض إنه بمشغولات يدوية من شغلهم. أكيد. كيف هذا الشيء أخذ معهم وقت واستمر حتى أنه تعملوا هذا الإنجاز؟ طبعا إنه تقريبا ما يقارب 8 شهور وإحنا مندرب فيهم على الأمور هذه، كيف يشتغلوا على الفوم، كيف يشتغلوا على التطريز، في الخياطة، في منهم سيدات كانوا ممارسات للأمور هذه. نعم. وبيقطات على نفس، يعني بيوفر معيشة من خلال العمل هذا، وهذا صار هدفنا، إنه السيدة التي ليس لها زوج أو أطفال أبناء وحيدة إنها تتعلم وتشتغل، بصير يعني أقل مصروف الجيب توفره لنفسها في الوقت. يعني إحنا نتمنى كل التوفيق في جهودكم المقدمة لكبار السن، وتوفيق لكم في كل خطوة من أجل يعني من أجل الكبار، هم يعني عنصر الرئيسي في المجتمع. شكرا جزيلا لك أستاذة منال المدرون، مدير جمعية بلسم للتأهيل المجتمع. شكرا. كانوا ولا زالوا الشموع التي لا تنطفئ، لذلك يجب الاهتمام بهم في التزامن بيوم المسن العالمي. لهنا كن وصلنا لختام هذه الفقرة، بالعودة لاستديوهاتنا في رام الله واستكمال مشوار فلسطين هذا الصباح مع داليا أنورة. يسعد صباحكم من جديد.
شكرا لزميلتنا بيداء معمر، اكيد بالشكر موصول لضيفتك، ويسعد صباحك من جديد، وصباحنا لكل اهلنا في غزه. سعد صباحك من جديد. ومشاهدينا هيك احنا بنستمر ببرنامجنا الصباحي، ومن ضمن كمان نوافذنا الصباحيه يلي احنا بنحب نطل فيها على جميع على يعني جميع محافظات الوطن، على جميع كمان مناطقنا. اليوم رح نسلط الضوء على المزرعه الشرقيه، رح ناخذكم ونصحبكم في جوله فيها مع زميلتنا ايمان هريدي. وكأنها تعانق السماء طوعا لتخبر حكايات الماضي والحاضر، فخلف أشجار الزيتون المتربعة على عرش جبل عاصور تقع قرية المزرعة الشرقية إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، أنامل خطط بها تجاعيد الحياة للحاجة الكنعانية من المزرعة الشرقية، فكلما ربت على يدها ازداد الحنين إلى رائحة الماضي، إلى ماضي نساء قريتها، فبشجن صوتها أخذتنا إلى ذاكرتها نبحث عما كان يفعلونه سابقا في القرية. فتح رمانا يا مين في يما، فتح رمانا صلوا على النبي، يجوا عدانا اللي يحبونا، يجوا عدانا على النبي. كل عروس نلبس شكتات الذهب، نلبس فصدر كلاي الذهب، ونلبس الخلكان المطرزات، وبنروح على العرس. هذه بعرفها، بس عني بلبس زرع الشرقية متشرم، وشو ملكيت فيها للخير بتلكي. أيوة. فيها المزرعة الشرقية متشرم، والجواد وأهلها ملكين وتشريمين، واللي بيضيفوا اللي بيجي عندهم جويد وبيشرموهم. قرية المزرعة الشرقية تجد فيها ثقل الزمن الماضي وبهاء الحاضر المتمثل في جمال أبنيتها وشوارعها، وتفوح من كل زقاقها رائحة الاغتراب والشوق، ليدور في أذهاننا أسئلة عما تتميز به قرية المزرعة الشرقية. بلدة المزرعة الشرقية هي من القرى الشرقية في مدينة رام الله وفي لواء رام الله. تاريخيا هذا البلد بتمتاز، كانت بالزراعة، زراعة الزيتون والتين واللوزيات، وكمان زراعة النباتات الشتوية والصيفية كالقمح والشعير والعدس والهول آخره، والبندورة والخيار وما إلى ذلك. يعني مرت فترة طويلة وهذا البلد عائشة على المنتجات الزراعية في البلد. الناس في المزرعة الشرقية قد يكونوا عدة أقسام، قسم كما ذكرتي بيشتغلوا بالزراعة ما زالوا وهم عدد قليل الآن، قسم في الوظائف الحكومية أو الخاصة، وقسم في المجال الصناعي، وهالبلد تمتاز أيضا في مجال الصناعي، يجد عندنا ما لا يقل عن 20 مصنع للحجر والطوب وغير ذلك. والقسم الأكبر هاجر إلى أمريكا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وهم الآن العمود الفقري للبلد. فيها الكثير من المؤسسات الخدماتية، المدارس موجودة 4 مدارس للذكور، مدرستين للإناث، مدرستين، موجود عيادة صحية كانت مشتركة مع الحكومة ولكن تم فصلها في الآونة الأخيرة، وهذا شيء مؤسف لأنه قلت الخدمات على الناس، كانوا يعني كل يوم في طبيب عام وفي مختبر، الآن في الأسبوع بس مرتين الدكتور، وهذا أدى إلى نقص في احتياجات الناس إلى الطب والعلاج الصحي. خلف ذلك المدى البعيد وضوء قمر الغروب، ينبهر من يزور المزرعة الشرقية بالمنازل الفخمة والفيلات التي تضاهي القصور بجمالها ونقوشها، وتعود معظمها للمغتربين الذين أصروا على رسم لوحة الحياة لأبناء القرية بدعمهم من خلال مؤسسات ومراكز وأندية ثقافية واجتماعية لتكون مضرب الأمثال. ويعتبر نادي المزرعة الشرقية شاهداً ومترجماً على مدى اهتمام المغتربين بقريتهم. نادي هو مشروع شباب، احنا كنادي احنا مكملين لدور البيت وللمدرسة، الحلقة الضائعة هاي احنا بنكملها احنا كنادي. مهم وجود النادي في أي بلد وفي أي مدينة وفي أي قرية، يعني انت شايفة احنا عنا الفئات العمرية والشباب، هاي المكان الطبيعي لها والصحي انها تكون في النادي مش في الشارع ولا في أي مكان ثاني. الميزة بتميز فيها نادي المزرعة الشرقية المنشأة الموجودين احنا فيها، هاي المنشأة 10 دونمات، فيها ملعب كرة قدم، في عنا نادي صحي، مكتبة، قاعة أنشطة، وهي المساحة اللي هي بتجمع بين الرياضة والثقافة،
فيها متسع الى كل يعني احنا عندنا الدوام النادي بلش 7 الصبح ل 12 الليل وعندنا برنامج لكل الفئات. انها البيت الواحد رغم الاغتراب الا ان كيان قرية المزرعة الشرقية يلهب مشاعر الزائر بالحنين والأخوة. إيمان هريدي لبرنامج فلسطين هذا الصباح. نادي المزرعة. يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. وإلى موضوع آخر، بدأت الهيئة العامة للمدن الصناعية ووزارة الاقتصاد بمشاريع لتطوير المناطق الصناعية في فلسطين، بالإضافة إلى الاستثمار من أجل القطاع الصناعي، وذلك أيضا من أجل خلق فرص عمل للفلسطينيين وتشجيع الاستثمار والصناعات الفلسطينية. نعم أكيد، وهذا كان لتطبيقا للقانون الذي صدر عام 1998، ومن بعدها بدأت هذه المدن بالتشكل. حديثا لدينا 5 مدن صناعية، وهنا نتحدث عن مزايا الاستثمار لتشجيع استثمار تشجيع الشركات أيضا لنقل استثمارها إلى هذه المدن الصناعية، والتي تهدف بالأساسها لتعزيز الاقتصاد الكلي وفرص العمل للفلسطينيين. تفاصيل أكثر نتحدث عنها خلال محطتنا الصباحية هذه مع ضيفنا في الاستوديو دكتور علي شعاثة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور علي، اهلا وسهلا فيك، يعطيكم الف عافيه. طبعا المدن الصناعيه هي من اهم المشاريع اللي بتنمي اقتصاد الدوله. اذا بدنا نيجي نتحدث عن دولتنا فلسطين وعن المدن الصناعيه التي نبعت فيها طبعا بجهودكم انتم، خلينا نتحدث عن اول مدينه صناعيه وفي اي عام انشئت هذه المدينه، وبتكون بتتالي يعني في الاحداث. تفضل. حقيقة لا يخفى عليكم أنه الاحتلال الإسرائيلي آثر طول السنوات قبيل تشكيل وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، أنه يخلي مجتمعنا مجتمع زراعي ويرتبط ارتباط جذري بالاقتصاد الإسرائيلي حتى يهيمن، ويبقى سوقنا هو أهم سوق لإسرائيل تكب بضائعه فيه. فقامت السلطة الوطنية الفلسطينية بوضع استراتيجية في عام 98. هذه الاستراتيجية هي أن نبدأ بعدد من المدن الصناعية، منها مدن صناعية حدودية، ومنها مدن صناعية داخلية، ومنها مدن صناعية بلدية التي تتبع البلدية. المدن الصناعية الحدودية بدأنا بنموذج مدينة غزة الصناعية كما ذكرت عام 98.